كثرة قاعد في بيتي اقلب التي في ابغى اشوف ايش الجديد ابغى اشوف ايش فيه بالغلط افتح قناة حادث ابوها انا من عندي لكن مدري كيف طلعت لي قناة الال بي سي قبل نبدا في الكلام عن هذه القناة الغبية عليها مع التحية انا مستغرب من هالقناة كل همها السعودي تبوس رجله تشحت فيه انا تلقاه كانوا شوية بنات العهر والميوعة واضحة اثرهم تقول شلة رقة صاد مو عاجبهم ورا موضوع ما لقوا غير موضوع الاختلاط في السعودية ليش هو ممنوع يعني شين وقوي عين مو احسن بالاهليكم اللي حتى ما يدروا عن بناتهم فين لا والله ما قصرتوا ما بقي اي موضوع تفتح وتتكلم عنه يعني الحجاب فاخر زمان صاير عيب والمجتمع المحافظ صاير مجتمع غريب وحدة فيهم لا تتفلسف تقول مشين منع الاختلاف كتروا الشواس بالمجتمع السعودي بالذات ونعم التصريف الله يلعن ابو تفكيرك الغب السطح السخيف يعني لي يسمع بالصلاة على النبي ما عندكم شواط ما عندكم سحاب ما عندكم لواط اللي بيته من ورق لا يرمي الناس بحجارة انتو قناتكم اللي اساس الدعارة والعار طيب سؤال منطقي خطر في بالي للتو ليه ما ناقشتوا دعارتكم اللي عبت البر والبحر والجو نسوا انهم اول من اسس للدعارة عند العرب بقناتهم المشؤومة اللي ما شفنا منها غير اشباه رجال وبنات ترقص تتغنج وكلاب كلها ما تصرخ وتنبع وتقول هو هو ايو بقايا فرنسيين مقهورين ليش السعودي محافظ للحين عالدين حاكدين على السعوديين طالع برامجهم منزلين اعلانات بكل مكان مساكين سعودي اختطف بنت سعودي اشرب سيجارة سعودي لقيو في الحمام يغير ابن الحفاظة باقي يحسدونا على اسمتنا اللي نتنسمها باقي يحسدونا على الموية اللي قاعدين نشربها والمصيبة مولوها رجال اعمال سعوديين مستغرب كيف سمحوا لهم يفضحوا عرض المسلمين كلامي ابدا مو كلام حاقد هذا اللي لازم كان ينقال من زمان والناس ساكتين لكن للاسف ازداد الحال الى متى LBC الى متى فعلا شيء مخجل انه قناة زي هذه يكون اكبر دعم لها سعودي يعني بدال لا تروح فلوس رجالنا فوقي بلدنا وتطوره وازدهاره قاعدة تروح للناس اللي قاعدين يدوروا على فضايحنا وفضايح بناتنا بشمعة المصيبة الناس اللي يدوروا فضايحنا دول يا ريتهم بس طالعوا في المراية وشافوا بلادهم وصل لأية مرحلة من الدعارة والهجون والفسوق بدال لا يطالعوا في عرض الناس الحجاب صار عيب الله يحفظك alright مكسرين always on the top